الذخائر العنقودية تسمى بالقاتل الصامت، فهي أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة أو الذخائر الصغيرة المتفجرة، وذلك على مساحة واسعة. وعلى حسب الطراز يمكن أن يتراوح عدد الذخائر الصغيرة من عدة عشرات إلى ما يربو على 600 قنبلة، ويمكن إلقاء الذخائر العنقودية عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف. وهي معدة للانفجار عند الاصطدام، ويتسم أغلبها بميزة السقوط الحر، بمعنى أنها لا توجه بصفة فردية نحو أي هدف ما. أعداد كبيرة من الذخائر الصغيرة لا تنفجر عند الاصطدام حسب ما هو مراد، وفي كثير من الأحيان تنفجر الذخائر الصغيرة غير المنفجرة عند تناولها باليد أو تحريكها، مما يشكل خطرا بالغا على المدنيين.